يمكن تعريف التنمية الاقتصادية هي عبارة عن أحد المقاييس الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا للانتقال من حالة اقتصادية إلى أخرى جديدة بهدف تحسينها، مثل مثلا الانتقال من حالة الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي، أو الانتقال من الاقتصاد التجاري إلى التجاري المعتمد على التكنولوجيا. وتعرف التنمية الاقتصادية بأنها العملية الهادفة إلى تعزيز نمو اقتصاد الدول، وذلك بتطبيق العديد من الخطط التطويرية التي تجعل أكثر تقدما وتطورا، مما يؤثر على المجتمع تأثيرا إيجابيا عن طريق تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات الاقتصادية الناجحة. وتعرف أيضا بأنها سعي المجتمعات إلى زيادة قدراتها الاقتصادية للاستفادة من الثروات المتاحة في بيئاتها، وتحديدا في المناطق التي تعاني غياب التنوع الاقتصادي المؤثر سلبا على البيئة المحلية العامة. وتعد التنمية الاقتصادية فرع من فروع علم الاقتصاد، حيث ساهمت في تطوير القطاعات الاقتصادية في الدول النامية ونهوضها. لذلك تعد من الوسائل المعززة للنمو الاقتصادي في العديد من القطاعات العامة، مثل التعليم والصحة وبيئة العمل والسياسات الاجتماعية وغيرها من القطاعات التي تسعى إلى زيادة كفاءتها وقدراتها على التأقلم مع الظروف الاقتصادية المؤثرة على قطاع الاقتصاد، سواء الكلي أو الجزئي. إن التفكير الحقيقي في التنمية الاقتصادية يعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وخصوصا بعد خضوع العديد من الدول للاحتلال الأوروبي، إذ أثر كثيرا على مجتمعاتها بسبب استغلاله الموارد الطبيعية فيها. وبعد انتهاء الاحتلال الأوروبي لهذه الدول، بقيت تعاني انخفاض في معدل المستويات المعيشية، مع انتشار ملحوظ للمجتمعات الفقيرة المعروفة في الأدبيات الاقتصادية بمصطلح الدول النامية. اعتمد تطبيق التنمية الاقتصادية ودراستها في القرن العشرين على إدراك مجموعة من المعايير والمؤشرات المستخدمة للتعامل مع الدول، وخصوصا النامية منها. لذلك لا يوجد إلى الآن تعريف ثابت لمصطلح الدول النامية، مما أدى إلى ضرورة تفعيل دور القياس في فهم التنمية الاقتصادية لهذه الدول. لذا تم اعتماد على معيار دخل الأفراد، لأنه من أهم المعايير الاقتصادية تأثيرا على الاقتصاد، إذ كلما كان الدخل الفردي مرتفعا أدى ذلك إلى نمو الاقتصاد، واستخدم كذلك كمعيار لقيمة الخدمات والسلع. فعندما يمتلك السكان قوة شرائية مناسبة، عندها يشير ذلك إلى وجود تنمية اقتصادية واضحة تعرف بمصطلح الرفاه الاقتصادي. كما اهتم البنك الدولي في عام 1985 ميلادية بمتابعة التنمية الاقتصادية في الدول النامية خاصة ذات الدخل المنخفض نسبيا، تمت إشارة إلى أن الدول النامية هي التي تحتاج دعما في تنميتها الاقتصادية، ومعدل الدخل الخاص للفرد الواحد فيها أقل من 400 دولار أمريكي مقارنة بالدول متوسط الدخل، حيث يتجاوز معدل دخل الفرد فيها 400 دولار. وهكذا أصبح للتنمية الاقتصادية دور محوري ومهم في الواقع الاقتصادي للدول، وتحديدا تلك التي تعاني صعوبات كبيرة في التعامل مع قطاع الاقتصاد الخاص بها، مما يدفعها إلى تطبيق خطة استراتيجية وتنموية بهدف دعم التنمية الاقتصادية فيها. كما تتميز التنمية الاقتصادية بمجموعة من الخصائص، ومنها الاهتمام بتحقيق الأهداف التنموية المعتمدة على وجود استراتيجية عمل مناسبة تهدف إلى الوصول إلى معدل النمو الاقتصادي المطلوب، الاعتماد كذلك على الجهود الاقتصادية الذاتية لتحقيق التنمية الاقتصادية المعززة، لتطبيق التخطيط في الحكومات والمؤسسات الاقتصادية المهتمة بمتابعة النمو الاقتصادي باستمرار، الحرص على استغلال الموارد والإمكانات المعززة لدور الصناعة والزراعة والتجارة المحلية حسب ما يطلبه الواقع الاقتصادي من استخدام الوسائل والأدوات التي تتيح نهوض أنواع الأعمال كافة.
الاستفادة من التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية المتطورة، فهي تقدم دعما مناسبا للتنمية الاقتصادية عن طريق الاستثمار في الإمكانات والطاقات العلمية والمعرفية المتنوعة، مما يساهم في تطوير العديد من المجالات ومن أهمها الأبحاث والتعليم. كما تسعى هذه التنمية الاقتصادية إلى تحقيق العديد من الأهداف، وهي كما يأتي: أولا، زيادة الدخل القومي. هذا هو الهدف الرئيسي والأول من الأهداف الخاصة بالتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في تطوير مستوى معيشة الأفراد وتعزز التركيبة الهيكلية للتجارة والصناعة، مما يساعد على علاج المشكلات الناتجة عن ضعف الاقتصاد المحلي. ثانيا، استثمار الموارد الطبيعية. يسعى هذا الهدف إلى تعزيز وجود الاستثمارات المحلية والدولية للموارد الطبيعية الموجودة على أراضي الدول عن طريق دعم البنية التحتية العامة وتوفير الوسائل المناسبة التي تقدم الدعم للإنتاج والخدمات العامة. كذلك دعم رؤوس الأموال. يهتم هذا الهدف بتوفير الدعم الكافي لرؤوس الأموال العامة التي تعاني ضعفا أو عجزا بسبب قلة الادخار المرتبط بالاحتياطات المالية في البنك المركزي والبنوك التجارية المشتملة على المال بصفته العادية أو الأوراق المالية المتنوعة مثل السندات. الاهتمام بالتبادل التجاري. هذا الهدف خاص بتنمية التجارة، ويهتم بمتابعة الصادرات والواردات التجارية المعتمدة على تعزيز التجارة بين الدول النامية والدول الأخرى، وخصوصا تلك التي تشتري الصادرات بأسعار مقبولة، تساعد على توفير الدعم للحاجات الأساسية للسكان. كذلك تجدر الإشارة إلى معالجة الفساد الإداري، وذلك بالاهتمام بوضع قوانين وتشريعات تحد من انتشار الفساد الإداري الذي يؤثر على استقرار القطاع الاقتصادي ويستغل موارده. وتساهم هذه المعالجة في تطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز نموه وازدهاره في المجالات الكافة. وأخيرا، إدارة الديون الخارجية، بحيث يرتبط هذا الهدف بضرورة متابعة المبالغ المالية المدينة على حكومة الدول النامية، والحرص على إيجاد الوسائل والطرق المناسبة لسداد هذه الديون، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة النفقات الخاصة بالإنتاج.